حسين خليفان عضو في مكتب الأملاك العامة. تم تأجير مساحة 25200 دونم. طبعا طبيعة عملنا القيام بجولات ميدانية بالتنسيق مع مجالس الشعب في الأرياف والبلديات للحفاظ على الأملاك العامة ومنع التعدي عليها. تم إصدار تعميم لمنع التعدي على أراضي البادية وعدم فلاحتها لأنها خاصة بالثروة الحيوانية، وحجز الجرارات المخالفة بهذه الأراضي. طبعا من خلال عمل مكتبنا تم حل العديد من المشاكل بين الفلاحي وضعي اليد وتسوية أمورهم. يتم حل مشاكل الأراضي الزراعية وضع اليد عن طريق عقود آجار سابقة. طبعا يتم حل النزاع عندنا طبعا مكتب الأملاك العامة عن طريق تبليغ الطرفين بإنذارات من لجنة الزراعة والري، ويتم إحضار هؤلاء الطرفين حسب الأوراق الثبوتية المقدمة من كل طرف، يعني يظهر عندنا إثبات وضعيته بالأرض. في دعاوى قضائية اللي يكون في خلافات طبعا احنا ما نقدر نحلها عندنا، طبعا نبعثه على المحكمة ويتم حلها قضائيا. تحولت عديد من القضايا تقريبا شيء حوالي 15 قضية طبعا بين أملاك خاصة وأملاك عامة. العوائق اللي تواجهنا عندنا كثير من الأخوة الفلاحين عملية البناء، إشادة البناء في الأراضي الزراعية، يعني هذا ما يؤدي إلى تقلص المساحات الزراعية في المنطقة.